كل اللغات تشيخ وهي صبية تختال في سعة وفي ترحاب، ماتت بنات بناتها وهي التي بقيت ممتعة بخير شباب. يقول العرب قديما تعلموا الشعر فإن فيه محاسنا تبتغى ومفاسدا تتقى. الشعر العربي يحتل مكانة بارزة في تاريخ الثقافة العربية، وهو ديوان العرب والفن القولي الأقرب إلى ذائقة الناس للتعبير عن أنفسهم عبر التاريخ. اليوم وزارة الثقافة تختتم عام الشعر العربي 2023 بعد عام مليء بالأنشطة والفعاليات العديدة. خلونا نتابع مع بعض ونستمتع. نحن نعمل ضمن علاقة وشراكة مع وزارة الثقافة بكافة هيئاتها. هذه العلاقة وهذه الشراكة تكمن في كافة التفاصيل، في المشاريع والبرامج التي يعني تشرف عليها الجهة، سواء وزارة الثقافة أو هيئة تطوير منطقة عسير. لدينا مستهدفات مجتمعية في منطقة عسير. هذا الوسم عام الشعر العربي استطعنا من خلال مظلة عام الشعر العربي ووزارة الثقافة أن نحقق كثير من المستهدفات في اكتشاف المواهب الجديدة الشعرية، في تقديم وتكريم الرواد من شعراء منطقة عسير. استشهد العرب قديما بالشعر ليكون لهم حجة، وعام الشعر العربي كان عام ثقافي خلد الكثير من معاني الفصاحة والبلاغة العربية.